يا اهلا بكم في حلقه جديده من الاجنده. نظام الامارات يشن حربا واسعه النطاق ضد الاسلاميين في كل مكان وبكل امكاناته الماديه والدبلوماسيه والعسكريه. النظام السعودي ايضا ينقلب على الاسلاميين ويحاكم عددا منهم بتهم سياسيه شتى. النظام المصري ما زال يخوض حربا ضد الاسلاميين بعد ان اعتقل عشرات الالاف منهم واودعهم السجون. وبعد ان قتل منهم المئات في محركه رابعه اسرائيل بدورها على لسان اكثر من مسؤول ابدت تخوفها في اكثر من مناسبه من صعود الاسلاميين في ثورات الربيع العربي الاداره الامريكيه تفعل ما في وسعها لمعاقبه الاسلاميين بمختلف عناوينهم تتولى بنفسها مطارده الجهاديين منهم وتترك امر المعتدلين للحكومات العربيه العالم كله تقريبا يخوض حربا عالميه ثالثه عنوانها الحرب على الارهاب ومضمونها الحرب على الجماعات الاسلاميه السنيه ذات التوجه السياسي. وبغض النظر عن مظلوميه الاسلاميين في هذه الحرب غير العادله هم بالتاكيد مظلومين الا ان هذه الحرب تسببت في اضرار فادحه للمجتمعات العربيه والاسلاميه نفسها. اصبح من الواجب معها على الاسلاميين انفسهم وعلى النخبه العربيه ان يطرحوا امر هذه الجماعات للنقاش والنقد والتقويم والتصحيح على الاقل لسحب الذرائع السياسيه لهذه الحرب المكلفه على مجتمعاتنا. اين اخطا الاسلاميون واين اصابوا؟ ما الذي يحتاج الى مراجعه وتصحيح في مسيرتهم؟ ما الاوهام التي ينبغي ان يتخلصوا منها لكي يسحب أعذار هذه الحرب ويكشف حقيقتها هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع نقاش هذه الحلقة كونوا معنا الإسلاميون مصطلح قديم معروف من القرن الثالث الهجري على الأقل لأنه استخدمه أبو الحسن الأشعري عنوانا لكتابه الشهير مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري عاش في القرن الثالث ويقصد بمقالات الإسلاميين هنا عقائدهم ومقولاتهم عقائد الفرق الإسلامية المذهبية في تلك القرون وهذا يعني أن مصطلح إسلامي يختلف في الدلالة عن مصطلح مسلمين فالمسلمون لفظ عام يدخل فيه الاسلاميون وغير الاسلاميين من المسلمين. والسنا بحاجه الى توضيح او وضع تعريف محدد للاسلاميين الان ما دام ان الجمهور يعرف ما الذي نقصده. لكن لابد من تنويه الى اننا في هذه الحلقه سنستعمل هذا المصطلح للدلاله على الجماعات التي وصفت بجماعات الاسلام السياسي. وفي مقدمتها طبعا جماعه الاخوان المسلمين التي سنركز الحديث عنها اكثر من غيرها طبعا لا نستطيع في حلقه واحده او في حلقات محدوده ان نقيم تاريخ وفكر جماعه مثل جماعه الاخوان المسلمين قضيه من هذا النوع بحاجه الى دراسات ومؤتمرات وكتب لان القضيه ليست قضيه جماعه ظهرت قبل 95 سنه تقريبا وشغلت التاريخ وشغلت الجغرافيا لا هي هي الى جوار ذلك قضيه تراث اسلامي وفكر اسلامي يمتد 1400 سنه هي في ادق عباره مشكله تفسير الاسلام هذه الجماعات قضيتها هي تفسير الاسلام ما هو؟ كيف يفسر؟ حركه الاخوان المسلمين ليست سوى تفسير معين للاسلام فهم معين للاسلام مثلما أن السلفية عبارة عن حالة تفسير للإسلام ومثلما أن التشيع حالة تفسيرية التشيع أيضا حالة تفسيرية للإسلام كل هذه الجماعات وغيرها تقول بلسان حالها طبعا نحن التفسير الجيد للإسلام ومع أن هذه الجماعات تدعي أحيانا امتلاك الحقيقة الدينية إلا أن أي واحد منها لا تجرؤ على القول بانها جماعه المسلمين. التي من خالفها دخل النار، مصطلح جماعه المسلمين مصطلح معروف في الادبيات الاسلاميه. لا يجرؤون على ادعاء انهم جماعه المسلمين، اي فريق من هذه الفرق. وهذا يدل على انهم في قراره انفسهم يعتقدون ان فهمهم للدين ظني في كثير من الامور، فهم ظني. لانه لو لو كان فهم قطعي لكانوا هم جماعه المسلمين وما عداهم في النار ومع هذا لا يتسامحون مع انهم يعتقدون بان تاويلاتهم ظنيه لكنهم لا يتسامحون مع خصومهم في هذه الامور الظنيه يعني في نهايه المطاف هذه الجماعات هي تجل لمشكله المنهج منهج القراءه والتاويل للخطاب الديني وهي المشكله التي يرفض الاسلاميون بمختلف اطيافهم النظر فيها او مجرد حتى الاستماع الى نقد الناقدين. لان معظم هذه الجماعات لم تطرح اصلا موضوع المنهج للنقاش والبحث العلمي منهجها في التاويل والقراءه. منهج القراءه والتفسير. لانه السلفيين منهم من هذه الجماعات هم تيار واسع داخلهم سلفي على الحديث على السلفيين منهم يعتقدون ان منهج السلف كافي وافي والحركيون منهم يعتقدون أن مشكلة المنهج مشكلة نظرية ترفية وهم نذروا أنفسهم للعمل والحركة بالإسلام وليس للتنظير والطرف الفكري وهذه طبعا مجرد أوهام لأن الإسلام في أصله مجرد خطاب وهذا الخطاب كما يمثله القرآن أو حتى الروايات الموازية علشان تفهم هو عبارة عن مادة خام تحتاج إلى تكرير واشتكاك مثل ما يحدث في مع النفط النفط اللي يخرج من باطن الأرض هذا التكرير والاشتكاك يحتاج إلى منهج علمي أنت علشان تحول القرآن إلى نظرية في الاقتصاد أو إلى نظرية في الأخلاق أو إلى نظرية في السياسة أي شيء من هذه النظريات أو من اللجة... التوجيهات اللي انت محتاج تحولها الى منهج حياه هذا كله انت بحاجه الى منهج منهج قراءه منهج علمي في القراءه والتفسير والمناهج العلميه لا تولد كامله مكتمله كما يعتقد السلفيون منهم المناهج العلميه مثل الكائن الحي تولد صغيره قاصره ثم تكبر قليلا قليلا الى ان تصل الى مستوى الشباب والكهوله يعني المناهج العلميه كائنات متطوره الذي يقول ان منهج الصلف الصالح في فهم القران او في فهم الاسلام قد ولد مكتملا الذي يزعم هذا الكلام يخالف منطق السنن الالهيه نفسها الذي يعارض منطق السنن الالهيه يبشر بالخساره والخذلان نحن هنا نحاول مساعده الاسلاميين على فهم انفسهم وفهم مشكلاتهم لانهم جزء من حياتنا القوميه جزء من كياننا القومي يعني واصلاحهم اصلاح مسيرتهم يصب في مصلحه اوطاننا ومجتمعاتنا وينبغي ان نتعاون جميعا لما فيه مصلحه هذه الجماعات وهذه المجتمعات قبل ان تغرق السفينه بالجميع. اذا المشكله الاساسيه لدى الاسلاميين كما نراها هي مشكله منهج. منهج القراءه والتفسير قراءه الخطاب الاسلامي وتفسيره واذا شئنا ان نضع ايدينا على ابرز مشكله عند جماعه جماعات الاسلام السياسي مثل الاخوان المسلمين وحزب التحرير والسلفيه الجهاديه وغيرها اذا اردنا ان نضع ايدينا على شيء محدد فسنقول انها مشكله التفسير السياسي للاسلام مثل ما كانت مشكلة الماركسية هي التفسير الاقتصادي للتاريخ. كان ماركس قد أعطى العامل الاقتصادي دور البطولة في تفسير حركة التاريخ وتقلباته. الإسلاميون أيضا أعطوا العامل السياسي دور البطولة في تفسير الإسلام. إلى درجة أن الجماعات الشيعية جعلته من أصول الدين. السياسة أو الإمامة من أصول الدين. والبعض اعتبر مسألة الخلافة الإسلامية من العقائد الإسلامية تبحث في باب العقائد وهذه كلها كما سنثبت لاحقا مقولات ليس لها أساس متين يعني لاحظ مثلا مقولة الخلافة الإسلامية والإمامة السياسية هذه القضية تعد عند بعض الفقهاء من أمور العقيدة فالمسلمون يأثمون إذا تركوا منصب الإمامة السياسيه شاغره، منصب الرئاسه اذا ترك شاغر قالوا يعتبر المسلمون اثمون، حسن البنا يقول انها شعيره اسلاميه ينبغي الاهتمام بها، وقال انه ينبغي السعي الى تحقيقها، وبعد سقوط الدوله العثمانيه في عام 1924 اعتقد كثير من الفقهاء المسلمين حينها ان دوله الاسلام نفسها قد سقطت وان كثيرا من شعائر الاسلام سوف تتعطل. بعد سقوطها بعام واحد اسطر القاضي الازهري علي عبد الرازق كتابه الشهير المثير للجدل الاسلام واصول الحكم. انكر في هذا الكتاب ان تكون الامامه السياسيه الريا يعني اللي هي الرياسه ان تكون من امور الدين وقال انها مساله اجتماعيه لا علاقه لها بالدين. طبعا قامت عليه القيامة و من وظيفته ومن شهاداته الأزهرية وطرد من الأزهر وعزل في بيته إلى أواخر حياته الشاهد هنا هو أن البعد السياسي في تفسير الإسلام كان حاضرا طوال الوقت في فكر المذاهب الدينية لكنه تعاظم كثيرا في المئة عام الأخيرة وأصبح ظاهرة طاغية بحيث يمكن القول ان التفسير السياسي للاسلام قد سرق الاضواء من جوهر الاسلام نفسه على اعتبار ان جوهر الاسلام واي دين هو القيم الدينيه الثابته التي لا خلاف عليها هذا هو الجوهر القيم الدينيه الثابته هي جوهر الدين الذي ينبغي ان ياخذ اكبر اهتمامنا طوال الوقت اما امور السياسه فهي مجرد عرض لهذا الجوهر والعاقل لا ينشغل بالمظهر على حساب الجوهر طبعا. ورغم ان هذا الكلام يبدو منطقيا واضحا بسيطا الا انه لن يجد اهتمام عند الاسلاميين على الارجح لان منهجهم في فهم الدين لا يساعدهم على ذلك. منهج منهجهم في تفسير الظاهره الدينيه وفهمهم لها لها لا يساعدهم على التمييز بين ما هو جوهري وما هو عرضي في الدين. مع أن المنهج الأصولي القاصر الذي ورثوه عن الفقهاء الإسلام السابقين هذا المنهج نفسه يحتوي على قواعد لتمييز المهم من غير المهم في الدين الأصوليون يقولون أو يصنفون قضايا الدين إلى صنفين الصنف الأول وهو الأهم كما يقولون يسمونه الأصول أصول الدين أو أصول الشريعة الصنف الثاني وهو أقل أهمية عندهم يسمونه الفروع، واذا سالتهم كيف يعني كيف تميزون بين الاصول والفروع يقولون لك المساله التي ترد فيها نصوص كثيره تؤكد عليها هذه المساله نعدها من اصول الدين او من اصول الشريعه، والمساله التي لا ترد فيها نصوص كثيره نعدها مساله فرعيه، والمسائل الفرعيه عندهم تنقسم على قسمين، قسم قطعي قطعي الدلاله و الثبوت وقسم ظني ظني الدلاله والثبوت السؤال الذي ينبغي ان يطرح الان في اي قسم تقع الامامه السياسيه او الرئاسه منصب الرئاسه هذا وهذه الوظيفه وقضيه الخلافه السياسيه في اي قسم حنشوف في كتابه الاسلام واصول الحكم قال القاضي والفقيه علي عبد الرازق في الخلافه قال ان الخلافه والرياسه ليست من شؤون الدين وقدم ادلته على ذلك فقال هذه القضيه لم يذكرها القران ولم ولم تنص عليها الاحاديث فلماذا نعدها فرضا من فروض الكفايه ما دامت ليست موجوده لا في القران ولا في الحديث باي حجه ليس معكم سوى حجه الاجماع وهذه الحجه غير كافيه لان الاجماع المزعوم يعني اجماع الفقهاء هذا الاجماع لم يقع لم يحدث مش لانه في فلان من الفقهاء ذكر احدهم خالف الفقهاء ولم يعتبرها من اصول الدين وفي اخر حياته علي عبد الرازق اصدر كتابا عن الاجماع فند فيه دليل دليل الاجماع نفسه وأثبت أنه ليس دليلا شرعيا أصلا أولا لأن لأننا لا نجد في القرآن آية واحدة صريحة تجعل الإجماع حجة شرعية إجماع الفقهاء حجة شرعية وثانيا لأن الإجماع نقض نفسه بنفسه عندما لم يجمع العلماء على أن الإجماع حجة يعني العلماء أنفسهم لم يجمعوا على أن الإجماع حجة يعني بطلت حجة الإجماع هذا ثانياً وثالثا لأن العلماء الذين قالوا بأن الإجماع حجة لم يجمعوا على مسألة واحدة من مسائل من المسائل الخلافية في في في, في الإجماع، المسائل الخلافية كثيرة تفصيلية لم يجمعوا على مسألة واحدة. وهكذا قضى علي عبد الرازق على دليل الإجماع قضاء مبرما. وحول هذه النقطة يمكننا أيضا أن نضيف إلى كلام علي عبد الرازق إضافة مهمة هي أن الإجماع قد يكون اجماع مدني لا ديني يعني قد تجمع الامه اي امه من الامم قد تجمع على امر لكن هذا الامر نفسه يكون من امور الدنيا لا من امور الدين اقامه الدوله واقامه منصب الرئاسه هذه من الضروريات الاجتماعيه ضرورات اجتماعيه تجمع عليها كل الامم وليست من الفرائض الدينيه يعني اهل الصين اجمعوا على ضروره وجود دوله في الصين. اهل الهند اجمعوا على وجود دوله في الهند. واسرائيل والامريكان والعالم وال... وال... كله كل امم الارض اجمعت على ان اقامه الدوله واجب اجتماعي. فهل معنى ذلك انه هذا الاجماع من امور الدين؟ قطعا لا. إذن الدوله ضروره اجتماعيه وليست شعيره دينيه. والإجماع الذي حصل في الماضي عند المسلمين هو إجماع من هذا القبيل إجماع مدني أنه هذه ضرورة مدنية لا تحتاج إلى نصوص دينية حتى تح... لإقامتها بدليل أن بإمكان مجموعة من المسلمين مئة نفر مثلا منهم معزولين في جزيرة نائية بإمكانهم أن يعيشوا بغير دولة دون أن ينقص من إيمانهم أو من دينهم شيء إذن يمكننا أن نقرأ اهتمام الصحابة والأجيال التالية لهم اهتمامهم بالسياسة نقرأه من منظور اجتماعي لا من منظور ديني يعني كانوا مهتمين بشؤون حياتهم حياتهم الدنيا والدولة هي أهم شأن من شؤون الحياة الاجتماعية وليس كل ما أجمع عليه السابقون يعد شأنا من شؤون الدين نحن لا نقول للإسلاميين اتركوا شؤون السياسة كما يقول خصومهم العلمانيون لا وانما نقول ضعوا هذا الشان او شؤون السياسه في مكانها الصحيح ومكانها الصحيح هو الحياه الدنيا وليس وليس الدين شؤون السياسه والرياسه من امور الدنيا لا من امور الدين صحيح ان الاسلام اطروحا مهيمنه على كل شؤون الحياه صحيح لكن بالقيم لا بالاحكام والتشريعات الاسلام مهيمن على الحياه بقيمه لا باحكامه وينبغي ان تكون هذه القيم مهيمنه على شؤون المجتمع كله ومنها مؤسسات الدوله ونشاطاتها وهناك فرق كبير بين هيمنه القيم وهيمنه الاحكام الذي تطلبونه انتم ايها الاسلاميون هو هيمنه الشريعه، والشريعه عندكم هي احكام الفقهاء في الغالب. وهنا تكمن المشكله. وهي في جانب منها مشكله في فهم الاسلام نفسه. وسنناقش الفرق بين شموليه القيم الاسلاميه وشموليه الاحكام الفقهيه بعد ان نستمع الى هذا المقطع القصير من كلمة للفقيه الإسلامي المعاصر عبد الفتاح مور وهو يتحدث بوعي كامل عن تفريط الإسلاميين بالقيم الإنسانية العامة التي هي قيم جميع الأديان وكيف أن نتيجة هذا التفريط كانت هزيمة حضارية كاملة تعالوا نستمع لمورو ثم نعود أقول لإخواتي إخواني وأبنائي ان الحركه الاسلاميه حركه نشات في فراغ من فهم وادراك وبعيدا عن الوعي والفهم وان ما ترسب اليها من فهم للدين هو ذلك المفهوم الذي عشناه مده خمسه قرون وسته قرون وهو ذلك الاسلام المتكلس الذي يلتصق بالحياه الشخصيه للافراد في عباداتهم وطاعاتهم لا يرى خلافه وهذا استمر بنا خمسه قرون نحدث الناس عن الصلاه والعباده وواجبات التدين الفرديه ولم يحصل فينا وعي بواجب التدين الجماعي الذي لا يقوم على الانتساب لعقيده او لدين وانما يقوم على الانتساب الى قضايا انسانيه هي تلك القيم التي جاءت بها الاديان جميعا والتي لما فرطنا فيها تحولنا الى ذيل من ذيول العالم، نحن نتبعهم، هم يقررون ونحن نطبق قراراتهم، قرارنا ليس في ايدينا لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي، لانهم يمسكون بتلابيب الامر. ابرز عباره يرددها الاسلاميون هي ان الاسلام منهج حياه شامل يغطي كل جوانب حياه الانسان وهذه العباره الصحيحه صحيحه بمعنى ما وخاطئه بمعنى اخر صحيحه اذا قصد بها ان الاسلام شمولي بقيمه العامه وخاطئه اذا قصد بها انه شمولي باحكامه الفقهيه ما الفرق خلونا اولا نفهم الفرق بين القيم والاحكام القيم معاني ثابته معاني ثابته لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تحتاج الى مفتي ولها مكان عند الناس هذه القيم اما الاحكام فهي معاني متغيره اشبه بالقانون قيم قانونيه يعني الصدق مثلا قيمة والعدل قيمة والسلام والمحبة قيم إلى آخر ذلك أما قولنا هذا حلال وهذا حرام هذا جائز هذا غير جائز هذا صحيح هذا فاسد هذا جيد هذا رديء هذا جميل هذا قبيح هذه كلها أحكام أحكام متغيرة بحسب الواقع والأحوال وأحكام طابع قانوني صحيح فاسد جيد ردي الفرق الاخر بين القيم والاحكام هو ان القيم مكتمله جاهزه لا تحتاج الى زياده ولا الى اضافه مكتمله من, من منذ توقف الوحي على عكس الاحكام الاحكام ليست مكتمله يعني عندما توفي الرسول كانت كل القيم الاسلاميه قد اكتملت بالوحي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، اكتمل الدين بانقطاع الوحي. الدين ما عادش بحاجه الى اضافه من بعد وفاه النبي. اي اضافات جت بعد ذلك لا يصح ان نضيفها الى الدين لان الدين اكتمل مع النبي. فالصدق قيمه اسلاميه. العدل قيمه اسلاميه، الوفاء قيمه اسلاميه، كلها هذه اكتملت مع نزول الوحي. هذه القيم وغيرها لا تحتاج الى فقهاء للاضافه اليها. لانها حاضره ومكتمله من زمن النبي. اما احكام الشريعه فلم يرد منها في القران الا القليل. احكام السرقه، احكام الزنا، بعض احكام المواريث، احكام الزواج والطلاق وما شابه ذلك. احكام الصلاه والطهاره. احكام الحج. وبقيت هناك جوانب كثيره في حياه المسلمين لم ترد فيها احكام صريحه. يعني مثل المعاملات البنكيه الحديثه اليوم لا توجد لها احكام صريحه معاملات التجاريه والتامين وما شابه ذلك هذه وغيرها لا يوجد فيها احكام صريحه في الخطاب في خطاب الوحي فماذا فعل الفقهاء الفقهاء تصوروا ان كل نشاطات الانسان لها حكم شرعي واخترعوا نظريه اسمها نظريه الاحكام الخمسه او السته فقالوا اي نشاط يفعلها الانسان المسلم المكلف لابد ان يوصف بواحد من هذه الاحكام الاتيه هذا النشاط اما انه واجب او محرم او مندوب او مكروه او مباح خمسه احكام وبعضهم اضاف صحيح او فاسد نقول اخترعوا هذه النظرية أو هذه الاطروحة لأن الفقهاء قالوا بنظرية الأحكام هذه باجتهاد منهم يعني هذه مش موجودة في نص صريح في القرآن ليس هناك آية قرآنية تقول لهم مثلا صنفوا نشاطات الناس بحسب الأحكام الخمسة أو ارجعوا للمفتي إذا ما عرفتم الحكم إذا لم تعرفوا الحكم القرآن لم يقول ذلك وإنما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يعني أنت أيها المسلم غير مكلف بما هو فوق طاقتك طاقتك في الفهم والعمل، يعني ما ينفع تروح لعند المفتي تقول له جيب لي حكم بحسب وسعك في الفهم اطبقه هنا بحسب وسعي في في الفهم، لا هذا فوق وسعك. الحكم اللي بتسال فيها الفقيه هو في وسع الفقيه يطبقه على نفسه، لكن انت اصلا غير مكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت وسعك غير قادر على استنباط الحكم ومن ثم هذا فوق وسعك، انت غير مكلف به. عموما نظرية الأحكام الخمسة هذه وما رافقها من نظام الإفتاء من نظام الفتوى والإفتاء قدمت الإسلام وكأنه أطروحة شاملة على مستوى الأحكام ما من حركة في الحياة إلا ولها حكم في حين أنه أي الإسلام أطروحة شاملة على مستوى القيم فقط يعني أنت أيها المسلم تعرفت على قيم الاسلام في المدرسه، في المسجد، في البيت، تربيت عليها، نشات عليها واصبحت جزءا من ثقافتك واخلاقك. وهي قيم محدوده ومعروفه ومطلوب منك ان تطبقها في حياتك حسب وسعك في الفهم والعمل. اذا كنت مقاول مثلا، مقاول بناء مطلوب منك تتقن عملك لان الاتقان او الاحسان قيمه من قيم الاسلام الذي تؤمن به. إذا كنت لاعب كرة قدم لا تسأل ما حكم التسلل في كرة القدم، يكفي أن تعرف أن الغش نقيض الإحسان في العمل، والإحسان قيمة إسلامية، وهذا وحده يكفيك. وفي شأن الدولة كذلك، في شأن الدولة ينبغي أن تهيمن القيم الإسلامية على نشاطات الدولة من خلال هيمنتها على دستور الدولة، الدستور والقانون. وهذا أمر لا يحتاج هذا امر لا يحتاج الى سؤال المفتي وفي شان الدوله كذلك ينبغي ان تهيمن القيم الاسلاميه على نشاطات الدوله من خلال هيمنتها على الدستور والقانون وهذا امر لا يحتاج الى لجنه تقنين الشريعه في مجلس النواب ولا الى هيئه علماء ومفتين لان القيم الاسلاميه معروفه للجميع العدل والانصاف وحمايه الحقوق والسلام الاجتماعي واشاعه الخير هذه وغيرها قيم إسلامية ينبغي أن توجه نشاطات الدولة والنشاطات المجال العام بكل مؤسساته وهذا هو الذي يطلبه الدين بوضوح وصراحة هيمنة القيم أما أحكام الفقه فهي اجتهادات ظنية شخصية ذاتية متغيرة لا يصح أن ننسبها إلى الدين وهي في حقيقة الأمر مذاهب والمذاهب لا ينبغي أن تحكم عامة آة الناس الدين هو الذي ينبغي ان يحكم قد يكون هذا التصور الذي قدمناه للاسلام قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا يعني هذا اجتهاد مثل كل التصورات والاجتهادات وليس هذا مجال التأصيل والتفصيل لهذه المفاهيم احنا بصدد قراءة نقدية لتجربة الإسلاميين في العصر الحديث هذه التجربة التي تعنينا جميعا ومن واجب الجميع أن يشارك في نقدها بالتي هي أحسن وهي قراءة ظنية بطبيعة الحال قد يعني هذه القراءة اللي بنقدمها ظنية قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة المهم أن نمارس فضيلة النقد والتصحيح والمراجعة بحرية تامة لأن الحرية تصحح نفسها تصحح أخطاءها ولو أن الإسلاميين استمعوا إلى نصائح بعض مفكريهم من عقود مضت لكانت مأساتهم اليوم أخف ومأساتنا معهم لكن مشكلة الإسلاميين الكبرى أنهم يغلقون نوافذ النقد التي تأتي منها رياح التغيير يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا فتكون النتيجة تراكم الأخطاء وتعاظم الاختلالات وحصد الفشل وراء الفشل وبعدين يقولوا هذا ابتلاء من الله ابتلاء يستمر أكثر من تسعة عقود لجماعة واحدة هذا ما عادوش ابتلاء هذا هذه عقوبة إلهية ما الذي يحتاجه الإسلاميون اليوم؟ ما الذي يحتاجونه؟ الجواب يحتاجون الى سلسله مؤتمرات يراجعون فيها النظريه والمنهج والاهداف ويحددون فيها هويتهم بالضبط ما هم؟ هل هم جماعه دعويه ام جماعه سياسيه ام جمعيات خيريه ام مؤسسات فكريه يعني كل خيار من هذه الخيارات الماضيه له خصائص له مواصفات وبرامج ونشاطات مختلفه عن الخيار الاخر اذا قلت انا حزب سياسي فعليك ان تعمل بطريقه الاحزاب السياسيه وان تضع اهداف سياسيه فقط واذا قلت انا جماعه دعويه فعليك ان تركز جهدك في هذا الجانب مع تحفظي طبعا على فكرة جماعة دعوية ما الذي ستدعو إليه في مجتمعات إسلامية ما الذي ستدعو إليه غير الالتزام بالقيم الإسلامية لا يوجد خارج القيم الإسلامية سوى المذاهب الإسلامية فهل هي دعوة إلى مذهب فلان ولا فلان من في الإسلام المهم قد يقول قائل نحن جماعة شاملة قد يردوا علينا كذا يقولوا احنا جماعه الشامله نمارس الاسلام كله والاسلام عندنا نظام شامل فهو دين ودوله وحكومه ووطن وجيش ودعوه وقضاء وثقافه الى اخره كما قال حسن البنا حسن البنا ونحن بدورنا نقول او نتساءل هل تتحدث عن جماعه ام تتحدث عن الاسلام هذه النشاطات التي ذكرت تقوم بها جماعه المسلمين كلها وأنت لست جماعة المسلمين كما يقول مفكروك أنت جزء من جماعة المسلمين وكل جزء عليه أن يضع لنفسه مهمة محددة في مسيرة الأمة لا أن يقوم بمهام الأمة كلها اختر لنفسك مهمة تستطيع أن تبدع فيها واختر لنفسك أهدافا تستطيع الوصول إليها وخفف عن نفسك الحمل وقلل من نقاط ضعفك اختر مهمة واقعية على مقاسك لا تحمل نفسك مهام الدوله ومهام جماعه المسلمين كلها تشتي تربي الناس وتشتي وتوجد اسره مسلمه وفرد مسلم ومجتمع مسلم ودوله مسلمه وانت لا تملك مركز دراسات واحد محترف وليس لديك خبراء ومستشارين من طراز رفيع في اي مجال من المجالات وليس لديك ادباء وفنانون وفلاسفه ومؤثرون يصنعون مزاج الأمة وثقافتها ووعيها وينافسون بإنتاجهم إنتاج الثقافات الأخرى. اشتي هذا كله وأنت لا تملك شيء. وسبق أن أشرنا إلى واحدة من أخطاء الإسلاميين أو واحدة من ثمار من منهجهم الخاطئ في التفكير والتصور هي اهتمامهم بتخرج الطلاب الخدميين من الجامعات. أطباء ومهندسين وفنيين يهتموا بهذه الأقسام وبهذه التخصصات على حساب التخصصات الإنسانية لاعتقادهم أن هؤلاء أو هذه التخصصات هي التي تصنع النهضة في حين أن مشاريع النهضة تحتاج إلى فلاسفة ومفكرون وأدباء و... أو بالأصح تحتاج إلى فلاسفة ومفكرين وأدباء وفنانين في المقام الأول وهذا ما لاحظه ايضا مفكر وفقيه مثل عبد الفتاح مورو من الاسلاميين العرب وله كلمه قصيره نجتزئها ونستمع اليها في هذا الفيديو قلنا لابنائنا روحوا تعلموا الطب والهندسه الهندسه الفلاحيه وكيفيه نقل الناس بالقطار والطائره وخرجنا مجموعه كبيره من شباب خدمي هذا الشباب الخدمي لا علاقه له بالفكر اصلا بينما المدرسه التي من شانها ان تكون مغيري العالم هي مدرسه الفكر هي العلوم الانسانيه التي هجرها الاسلاميون كما هجرها الكثير من الناس ولذلك اصبحنا عاجزين على ان نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي، لاننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربيه ولا علوم السياسه ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري. واقول ان الذين يتزعمون الان في الساحه السياسيه ومنهم داعش هم اولئك الذين منوا من قيادات كان من المفروض ان تقود الشعوب نحو الافضل. من الواضح أن جماعة عريقة وواسعة مثل الإخوان المسلمين قد جاءت ردة فعل لسقوط الخلافة الإسلامية كما يسمونها لأن الجماعة تأسست بعد سقوط الدولة العثمانية بحوالي أربع سنوات فقط وبعد ثلاث سنوات من صدور كتاب علي عبد الرازق حول الخلافة ولهذا غلب على توجهها البعد السياسي المتمثل في مفاهيم التمكين وأستاذية العالم وإبراز دور القادة السياسيين في تاريخنا أمثال عمر بن الخطاب صلاح الدين الأيوبي وغيره وقدمت السيرة النبوية بوصفها مسرحا لحركة سياسية أكثر منها مسرح لحركة دينية في حين أننا كأمة إسلامية كنا بحاجة إلى ردة فعل على سقوط الحضارة الإسلامية لا على سقوط الخلافة الإسلامية الحضارة الإسلامية تعثرت خلال القرون عصر الانحطاط الستة أو السبعة الماضية تعثرت في الإنتاج الإبداعي في مختلف المجالات وكان ينبغي أن يشغلنا هذا التعثر والانحطاط أكثر من سقوط الخلافة السياسية لأن لو أن سقوط الحضارة الإسلامية هو الذي شغلنا لطرحنا أسئلة الحضارة وانشغلنا بها وفي مقدمتها سؤال الإبداع اللي حينشغل بها طبعا النخبة المثقفة الحضارات لا تقوم ولا تستمر إلا بحركة إبداعية شاملة في مختلف المجالات وفي مقدمتها العلوم والمناهج الإنسانية العلوم الإنسانية والمناهج الإنسانية والذي سيطرح هذه الأسئلة ليس الخطيب والداعية بل المفكر والفيلسوف والأديب وهو ما كان قد بدأ بالفعل يعني مع ثلة من مفكري وأدباء عصر النهضة العربية الحديثة أمثال العكاد وطه حسين وزكي نجيب محمود و وتوفيق الحكيم شكيب ارسلان وغيرهم كل هؤلاء ناقشوا اصول المشكلات الحضاريه لمجتمعاتنا الاسلاميه وكان المفترض ان تصبح جهودهم الفكريه بمثابه الجهود التاسيسيه التي تستكمل فيما بعد وتعدل وتنقح من قبل الاجيال التاليه لكن الذي حدث هو ان ظهور الحركه الاسلاميه اوقف هذه الجهود وصرف الشباب عن متابعه وقراءه تراث هؤلاء المفكرين بحجه انهم ليسوا اسلاميين بما فيه الكفايه كان خطا جسيم الذي ارتكبته الحركه الاسلاميه المعاصره عندما صرفت الشباب المخلص الصادق عن قراءه تراث مفكري وادباء عصر النهضه الاسلاميه العربيه الحديثه عني. لانها بهذا اهملت الجهود النوعيه التي كانت تناقش مشكلاتنا العميقة وحرمت الشباب من تكوين عقل تحليلي إبداعي يمكنهم من مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة عالية لأنه المثل الأمريكي يقول الأسد هو مجموعة خراف مهضومة وكذلك الشخصية الجيدة هي مجموعة مدخلات جيدة إذا كانت مدخلاتك سطحية متواضعة فاسدة مخرجاتك ستكون كذلك طريقة تفكيرك كيانك الفكري لا شك أن الملاحظات التي أهملت ملاحظات المفكرين والتي أهيل عليها التراب ثبطت الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية وأفكرتها لأن الحركة الإسلامية لم تقدم بديل بمستوى هذه الجهود لم تقم طوال تاريخها لم تقدم طوال تاريخها مبدع واحد كتوفيق الحكيم ولا مثقف واحد كالعقاد ولا فيلسوف كزكي نجيب محمود ولا مفكر كفؤاد زكريا كانت النتيجه ضمور كبير في العقل الاسلامي وحكم في الابداع لا تخطئه العين. القرار الخاطئ او البدايات الخاطئه تؤدي الى نتائج خاطئه وكارثيه احيانا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم ارجو ان القاكم في الاسبوع القادم في امان الله.